خطف الأطفال أيضا خلي بالكم من أطفالكم. ظاهرة خطف الأطفال انتشرت بشكل كبير، ما تخليش ابنك بنتك يبعد عن عينيك. هتقول لي يعني ما احنا مجتمعات كانت عايشة على حالة الأمان، والولد ممكن يقول لأمه أو أبوه أنا نازل أجيب حاجة من تحت، وتبقى حاسس بأنه في أمان وسياج من الأمان في المجتمع يعني، لكن خلاص ما بقاش ده موجود بسبب أنه هذه العصابات انتشرت بشكل كبير جدا، بقت كمان بيزنس بيكسب قوي، مفاوضات وطلب فلوس، وبعد كده كمان إذا الصفقة ما تمتش ممكن بيقتل الأطفال، وده حصل في أحوال كثيرة. ده القبض على عصابة خطف الأطفال في الغربية. ابني عنده 10 سنين وشهرين، ده اللي كان هيتم معاه التقطيع والبياعة والتجارة الأعضاء. احنا خايفين على عيني، ويا ريت باسرع وقت العصابه دي تلم كلها بالكامل. عصابه كبيره مش عيل او اثنين او كده، بيبيعوا ب 1000 جنيه. عصابات خطف الاطفال والاتجار باعضائهم تروع اهالي الدقهليه، وهذه احدى المحاولات التي باءت بالفشل. عمرو كان خارج من الدرس بياخد توك توك عشان يروح درس تاني. فعصام رمضان قال له استنى دخلني الحمام. عصام ده عاجز برجل واحده. فما دخل معايا الجامع قال له سندنا ما اخش الحمام. فطبعا الولد مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه، فدخل معايا الحمام قام الولد قافل معايا عليه الباب. فما سالنا الولد الصغير انت كنت بتعمل ايه جوه وكان بيعمل فيك ايه، كان مفكرون ان هو بيتعدى على الولد واحنا مش فاهمين القصه بتاع الخطف دي. مجرد ما وصلوا وقربوا من باب الحمام قام عصام شادد عمرو مدخله وقافل عليه. فضل حاجزه من المغرب للعشاء. انا كنت ماشي هنا قدام الجامع، الواد وقفني وقال لي انا عايزك توديني الحمام بس وشيل لي العكازين، فانا قلت له ماشي. فروحت معاه عند الحمام، فهو بيشيل عيل صغير يعني ما يقدرش يشيلنا عشان انا قده، فقام قايل لي خلاص روح. فبصيت في جيبه ولقيت معاه بخاخه، فانا قلت له انت بتعمل بيها ايه؟ قام قايل لي مالكش دعوه. ورحنا النيابه والشرطه اعترف انه كان معاه مخدر، فطبعا جبنا ناس من بتوع الصرف ان هم يطلعوا المخدر. احنا بنحسب ده ازازه ما نعرفش ده ايه. ما فيش اب الوقت مسامح لابنه ينزل درس، ما فيش اب بيشوف واحد بيشحت او واحده بتشحت جنب بيتها اللي ما بيقومها، لان ده اصابه. الولد عاجز فبيبدا ورجله مقطوعه بعد حادث، فبيبدا يقول لطفل او حاجه ساعدنا اوصل للمكان الفلاني، طب ساعدنا اركب توك توك، طب اركب عربيه. وفي لحظه لو لقى المكان خالي من المره او من السكان بيبدا يستخدم هو المخدر اللي معاه ده. وبعدين المخدر ده جايبه منين؟ لا يمكن تحصل على طفل. أنا نجاي بغرض الخطف، بغرض الخطف. طب مين اللي بعتك؟ الوفاء السيد أبو الهنا من بيت الحلوم، وأكد كمان إن لها شركة تانيين وإن هم بيتاجرهم في الأعضاء. قال إن أنا كان في اتنين معايا برا في عربية مستنييني، ومعايا تلاتة من مدينة النصر، ومعايا دكتور اسمه أحمد من الجمالية. الولد قاعد عنده برود رهيب قوي، وبدان عاجز برجل واحدة ومعاه عصايتين، قلنا غلبان يعني. وهنا بيحو هنا بقاله حوالي أسبوعين ثلاثة شهر. فلوس متغيبة من سنة ونص ومن سنتين، يعني في ناس جت من وقائع أسرت من 18 سنة بس من آلهم على أولادهم ووجع قلبهم كوم الوقت. فالعملية كبيرة مش صغيرة، فيها دكاترة ولازم يدوروا على الناس دي تجيبوها. فاحنا بنناشد كل المسؤولين لأن الموضوع بتاع داخلية النيابه بتباشر. طب لو الداخليه جت قالت او في التحريات قالوا لا ده الواقع ده واقع التحرش، خلاص الموضوع هيمشي في واقع التحرش، لان النيابه عايزه ادله عشان تجمع ادله اتهام وتحاكم الراجل ده. انا نفسي زي ما عملوا في الاطفال يتعمل فيها، زي ما بيقطعوا الاطفال ويبيعوهم. تمام، احنا هنعملهم بنفس المعامله بس مش اكتر. يا قضاء العدل، يا قضاء العدل، احنا عايزين سرعه تنفيذ. الغلطان يحق جزاء مهما كانت سلطته.